اجتاحت الفيضانات رومانيا عقب هطول أمطار غزيرة في غرب المدينة. وفقا لتقارير، فقد تم إجلاء سكان القرى القريبة من نهر كريسو بتروسورفي غرب رومانيا بعدما أعلنت السلطات عن الإشارة الحمراء رمز الفيضانات الشديدة. وهبت رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومتر في الساعة بالمناطق الجبلية، لذلك تظل السلطات في حالة تأهب في مناطق الإنذار ويتم مراقبة مجاري المياه باستمرار. وسوف يؤثر الطقس غير المستقر على البلاد بأكملها تقريبا في الأيام المقبلة وفقا لخبراء الأرصاد الجوية.